بالتزامن مع انتشار تطبيق تيك توك وتزايد دخول المشاهير عليه، لاحظ الجمهور عودة عدد من الفنانين اللي اختفوا خلال السنوات الأخيرة من خلال ظهورهم في لايفات على تيك توك وتواجدهم يوميا بالساعات أمام الجمهور، وكأن تيك توك أصبح تعويض عن غيابهم عن الشاشات. الفنان فتحي سعد من أبرز الفنانين العائدين على تيك توك واللي بدأ مشواره الفني في التسعينات، وبتتنوع أعماله ما بين السينما والتلفزيون والمسرح وبرامج المقالب، ده غير ظهوره في إعلانات كتير. وما تنساش طبعا انه صاحب مشهد نهاره ابيض نهاره فل الشهير من فيلم ابو العربي مع هاني رمزي. مساء الفل عليكم. على فكره ده الاكونت الرسمي بتاعي في تيك توك، وما عنديش اي اكونتات تانيه، اي حاجه تانيه تبقى فيك. اما بقى الفنانه عزه جمال اللي شاركت في مسلسل حكايه ميزو وفيلم تزوير في اوراق رسميه ومسرحيه البغبغان وغيرهم اعمال كتير، فبعد غيابها فتره طويله عن الوسط الفني رجعت من جديد، لكن بلايفات على تيك توك ودخولها تحديات والعاب مع الجمهور وكمان نشرها لصور من اعمالها السابقه. مساء الخير اصدقائي وصديقاتي الغاليين عليا جدا. انا ان شاء الله بكره الاربعاء عاملة حملة تكبيس من الساعة 10 ل 11 بتوقيت القاهرة توقيت مصر، مستنياكم تشرفوني. وضمن الفنانين اللي ظهرت معاهم عزة جمال في لايف وتحديات كان الفنان قيس عبد الفتاح، ايوه اللي شفناه كلنا في فيلم على باب الوزير، واللي رجع من تاني بلايفات على تيك توك ونشر أعماله وصوره ونشاطه الشخصي كمان. ومن أهم أعماله خلي بالك من زوزو الرجل الذي عطس والحلوة العزيزة وصرخة أنثى وغيرهم كتير. هو ده جو في ثوبه الجديد يا حبيبي، أشكرك. وعلى تيك توك هتقابل كمان الفنانة إيمان أيوب أنيسة في مسلسل عيش أيامك، واللي شاركت كمان في مسلسل حياة الجوهري والسيرة الهلالية وهانم بنت باشا وأعمال تانية غيرهم. احنا سألنا عليكي وترقصنا اتقصنا whatever you're the perfect one for this mission. انت عايزة ايه؟ أما الفنان حسن الهلالي صاحب الشنب الأطول في السينما والدراما المصرية واللي حصل على شهرة كبيرة بمشاركته في فيلم بوحة، دخل عالم التيك توك هو كمان وبيظهر في لايفات شبه يومية مع متابعيه. تشرب حاجة فطوطة؟ أشرب حاجة إيساعة. وعندك واحد شاي؟ شاركنا في التعليقات، هل شايف عودة الفنانين من خلال لايفات تيك توك خطوة مناسبة علشان يفتكرهم الجمهور ولا هتأثر على تاريخهم الفني؟